يسأل ويقول: أحتفظ بصور فوتوغرافية داخل البومات للذكرى، وهذه البومات موضوعة في الخزانة، فما حكم ما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، ويكلفون بنفخ الروح في كل صورة صوروها من باب التعذيب لهم، لأنهم لا يطيقون نفخ الروح، لأن الروح من أمر الله سبحانه وتعالى، وإنما ذلك من باب التعذيب لهم. وكذلك يجعل لهم بكل صورة صوروها نفس يعذبون بها في نار جهنم. كل ذلك صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم شرار الخلق، وأنهم أظلم الناس، مما يدل على شدة تحريم التصوير واستعماله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سواها. وذلك لما في التصوير من مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، ولما فيه من الوسيلة إلى الشرك، فإن الشرك أول ما حدث في العالم بسبب التصوير، وذلك أن قوم نوح صوروا صور الصالحين ونصبوها على مجالسهم، فطال عليهم الأمد، فزين الشيطان لهم عبادتها فعبدوها من دون الله. وكذلك بنو إسرائيل افتتنوا بتمثال العجل الذي صنعه لهم السامري، فاتخذوه إلها. وكذلك قوم إبراهيم كان شركهم بعبادة التماثيل، حيث قال لهم خليل الله إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، إلى آخر الآيات. الحاصل أنه لا يجوز التصوير، ولا يجوز الاحتفاظ بالصور، لا يجوز الاحتفاظ بالصور واستعمال الصور بما في ذلك من المحاذير الشرعية وارتكاب الوعيد الشديد، إلا الصور الضرورية التي أصبحت ضرورية في تعامل الناس، كصور حفائظ النفوس والجوازات والبطاقة الشخصية ورخصة القيادة. فهذه أمور لا بد فيها من وجود صورة، لأنها فرضت على الناس، ولا يحصلون على مصالحهم التي لا بد لهم منها إلا بهذه الصورة، فهذه يرخص فيها من أجل الضرورة. أما الاحتفال بالصور من أجل الذكريات فهذا أمر محرم ولا يجوز، والواجب إتلاف هذه الصور وإخلاء بيوت المسلمين منها، سواء كانت تماثيل أو كانت رسوما على ورق أو صورا فوتوغرافية، لأنها ضرر محض. أضف إلى ذلك إذا كانت هذه الصور صور لنساء جميلات أو نساء عاريات أو سافرات، فإن الأمر يزيد محذورا آخر، وهو الفتنة، وجر الناس بواسطة هذه الصور إلى الفتنة والافتتان بالنساء. الواجب إتلاف هذه الصور إلا ما كان من الصور ممتهنا يداس أو يجلس عليه أو يفترش على قيمة له، هذه صور مهانة لا حكم لها. إنما الشأن في الصور التي يحتفظ بها للذكريات أو غيرها، هذه هي التي تحرم.